كنعرفوا على ان الجائحه ديال كوفيد 19 يعني تضرات منها الرياضه الوطنيه بشكل كبير بما فيها الرياضه حتى الرياضه الدوليه. وهذا كوفيد صراحه اللي اثر حتى على المداخيل يعني ديال القاعات الرياضيه الخاصه بحكم ان تقريبا واحد 4 اشهر يعني وكان هناك واحد الركود واحد العزوف على الممارسه الرياضيه داخل القاعات الخاصه يعني بحكم ان الناس يعني كتخاف يعني من باش تصاب كتخاف من الاصابه من كوفيد 19 وطبيعه الحال فهذا الشيء اثر بشكل كبير وبشكل سلبي على الجمعيات الرياضيه الخاصه. تزادت المصاريف بزاف ديال التعقيم ديال شراء الكمامات ديال حتى يعني كاين هناك واحد المصاريف يعني استثنائيه كتخلص الماء كتخلص الضوء كتخلص الكره وهذا الشيء هذا اللي هلك يعني الكاحل ديال هاد المسؤولين او الجمعيات الرياضيه اللي عندها قاعات رياضيه يعني خاصه. وهذا الشكل هذا تقريبا فاللي يمكن على ان الجمعيات الرياضيه يشوفوا يعني السبيل يعني من اجل البحث عن الدعم. الدعم هذا صراحه اللي يكون نقول على انه ما كاينش يعني اللي كيدعم يعني الرياضه كنعرفوا انه هو المدعم الوحيد هو الرياضه هو الوزاره الوصيه على القطاع الرياضي بالمغرب. الوزاره اللي مؤخرا يعني يعني الدوله واحد مجموعه ديال المقالات على مستوى الاعلامي وحتى المستوى الاخباري فكتقول على ان الجامعات الرياضيه غيتوصلوا بالدفعه الاولى من المنحه السنويه ديالهم ووصات بدعم الجمعيات اللي كتمارس انشطتها الرياضيه في القاعات الخاصه. فاحنا كنتمنوا صراحه هذا المجهود هذا ولكن لحد الساعه باقي ما شفنا حتى شي حاجه وكنعرفوا على ان هذه القاعات الرياضيه الخاصه والجمعيات الرياضيات اللي كتمارس في الانشطه ديالها داخل القاعات هذو يعني كيكونوا ابطال اللي رفعوا العلم الوطني خفاق في العديد من المحافل الدوليه وبالتالي كيعطيو الاستمراريه ديال رياضه الملاكمه وبالتالي ف يعني خص تكون واحد النظره يعني شامله نظره عندها واحد البعد طويل كبير يعني في دعم كتعلق بدعم هاد 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 الجمعيات الرياضيه اللي كتمارس داخل القاعات الخاصه باش يمكن على انها يعني تمشي بعيد وتمارس النشاط ديالها وتحقق الاهداف ديالها.